بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب العتق، والعتق هو إخراج الرقبة من الرق إلى الحرية. يكون هناك رقيق، والرق عرفناه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، وإن كان هذا لا يوجد في بلادنا، لأن الدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقاء. قالوا من يدعي شخصا فيثبت ذلك ويأخذ ثمنه، وإلا فإن الناس جميعا أحرار. لكن كحكم شرعي نعرف أن العتق يعتبر من أفضل الأعمال، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. فإذا أعتق الإنسان رقبة فإنه يخرجها من الرق إلى الحرية. قبل اعتاقها وجودها كعدمها، لا ترث ولا تورث لأنها مال، فالرقيق لا يرث ولا يورث، وما بيده إنما هو لسيده. وعتق الرقاب جعله الله كفارة لكثير من الأمور، فمن تسبب خطأ في قتل إنسان يقول ماذا علي؟ نقول عليك الكفارة، وأولها عتق رقبة. ومن واقع أهله في رمضان وهو صائم ماذا عليه؟ نقول عليه كفارة، وأولها عتق رقبة. ومن آلى ألا يقرب أهله مدة تزيد على 4 أشهر فإنه تجب عليه الكفارة إذا فاء، بمعنى إذا رجع، والكفارة أولها عتق رقبة. ومن حنث في اليمين، حنث في يمينه، حلف ورأى أن عدم الإتمام أولى، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه أو يأتي الذي هو خير. وكذلك لو ظاهر الظهار أن يقول لزوجته أنت علي مثل أمي أو مثل أختي أو مثل ابنتي إلى آخره، فهذا يسمى ظهار، والظهار له كفارة وهي عتق رقبة. ثم بعد ذلك أمور أخرى علمتموها في دروسنا السابقة، وإنما نقول هنا بأن العتق هو أولها، هو أولها. عندنا بعد يعني ذكر مسائل إذا أن يعتق الإنسان بعبارة صريحة أو بكناية، الصريحة لا تحتاج إلى شيء، والكناية تحتاج إلى نية. ثم مر بنا بعد ذلك ما يتعلق بأم الولد. أم الولد هي المرأة، هي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، سواء ولدته حيا أو ميتا. فإذا ولدت ما فيه خلق إنسان حي أو ميت أصبحت أم ولد، يعني ليست جارية وليست حرة، وإنما هي بينهما، تعتق بمجرد موت سيدها من كل ماله. ثم بعد ذلك المكاتب. المكاتب هو أن يشتري العبد نفسه من سيده على أقساط شهرية، يكون نجمين كما مر بنا أو 3، أن يدفع له مبلغ كذا خلال شهر كذا
ولمدة سنة، لمدة سنتين، لمدة أكثر أقل، فيشتري نفسه. فإذا سدد ما عليه عاتق، وإذا لم يسدد أو بقي شيء من المبلغ ولو بقي درهم فإنه يعود إلى الرق. المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. ومر بنا بأنه ينبغي مساعدة المكاتب في وقت وجود الكتابة، لأنها تعتبر من أفضل الأعمال، فالمكاتبون يعطون نصيبهم من الزكاة، وهم أحد الأصناف الثمانية الذين ورد القرآن بذكرهم. قراءتنا في هذه الليلة: إنسان كاتب رقيقه على أن يدفع له، وقلنا الرق الآن لا يوجد، وإنما ينبغي لطالب العلم أن يكون على علم وعلى دراية وعلى معرفة بهذه الأحكام، وإلا فإنه غير موجود. الآن عندنا نقول الرقيق المكاتب هل يباع؟ هذا موضوعنا الآن. فنقول نعم، يصح بيع المكاتب، يصح بيع المكاتب. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن بريرة جاءت لعائشة رضي الله عنها وقالت: إني اشتريت نفسي بكذا، وإني أريد أن تعينينني. فقال عليه الصلاة والسلام: اشتريها، اشتريها. فإذا اشترتها دليل على أن المكاتب يباع. يعني بريرة كاتبت على 9 أواق أو أكثر من هذا أو أقل، المهم أنها كاتبت من هي رقيقة لديهم، وأرادت أن تساعدها أم المؤمنين، فقال عليه الصلاة والسلام: اشتريها. لما أرادت عائشة شراءها قالوا: بشرط أن يكون الولاء لنا. فقال عليه الصلاة والسلام: الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. ما هو الولاء؟ الولاء قلنا عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. فدل حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام على أن الشرط إذا كان فاسدا لا يعتد به. فجاءت بريرة وقالت: إن عائشة تريد أن تشتريني منكم شراء، فقالوا: بشرط أن يكون الولاء لنا. فرجعت إلى عائشة وأخبرتها، قالت: يشترطون الولاء. فقالت، فذهبت عائشة وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: الولاء لمن أعتق، يعني ما لهم ولا، الولاء لمن أعتق. وتكون أم المؤمنين عائشة هي التي أعتقتها، والولاء لها. ونعرف أن الرقيق أو إن المكاتب إنما هو رقيق ما بقي عليه درهم. ونقرأ ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الحكم عن بيع المكاتب. بيع المكاتب، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. قلنا أنه يقول فصل لأجل أن يسهل على طالب العلم الإلمام بالمسائل ومعرفتها والوقوف عليه، بخلاف لو جاء كتاب العتق جملة واحدة فقد تختلط المسائل على طالب العلم وقد يصعب عليه تمييزها. لكن لما يكون على درجات، درجة المكاتب، درجة أم الولد، درجة الاعتاق بشرط، درجة المدبر إلى آخر، أو الموصى بعتقه، نعم. ويجوز بيع المكاتب، يجوز بيع، يعني هذا فلان اسمه محمد اشترى نفسه من سيده على أن يدفع له المبلغ على مدار سنة، وتم الاتفاق بينهما. محمد جاء للشيخ لأبو فهد وإلا جاء للشيخ تركي، قال: أريد المساعدة. قالوا: لا، حنا نبي نشتريك، حنا نبي نشتريك وتبقى لنا. فيجوز بيع المكاتب، هذا موضوعنا الآن، يجوز بيع المكاتب إذا اتفقوا، ومع أنه رقيق ما بقي عليه درهم. أعد فصل. فصل.
ويجوز بيع المكاتب، لأن بريرة قالت لعائشة. بريرة هي يعني نعرفها ولها يعني أعمال كثيرة ونصوص كثيرة وردت بخصوصه، منها الولاء لمن أعتق، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم هو لبريرة صدقة ولنا من بريرة هدية. نعرف القصة يا أبا فهد؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل من الصدقة، فأهدي فتصدق على بريرة، وبريرة أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو لبريرة صدقة ولنا من بريرة هدية. نعم. يا أم المؤمنين، إني كاتبت أهلي على 9 أواق. أهلي يعني أسيادها اللي كانوا مالكينها، اللي هي رقيقة لديهم. نعم. 9 أواق على أن تدفعها في كل عام أوقية، مبلغ من المال اتفقوا عليه، نقول 10,000 8,000 9,000، تدفعها لهم وعلى أن تدفع كل سنة كذا. فجاءت إلى عائشة وقالت أبي أريد المساعدة، فذكرت عائشة رضي الله عنها الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اشتريها. فقولوا اشتريها دليل، منين تشتريها؟ من أسيادها، دليل على جواز أن يقوم الإنسان بشراء المكاتب ممن كاتبه وتبقى الكتابة لهذا المشتري الجديد. نعم. في كل عام أوقية، فأعينيني على كتابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشتريها. لو كان ما يجوز شراء المكاتب ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام شراء عائشة بالشراء، فدل على جوازه. نعم. اشتريها، متفق عليه. متفق عليه شيخ علي، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. فعندنا الآن القضية، القضية بريرة اشترت نفسها مكاتبة من أسيادها على 9 أواق على أن تدفع لهم في كل عام أوقية، دل على أنه ما يجوز المبلغ كله نقدا، لأن ما يملك الإنسان وإنما نجمين أو 3 أو 4، فهنا 10 أنجم وكل عام تدفع لهم أوقية، المبلغ هذا كبير، وهي من إيه لها ما عندها إمكانيات. فذهبت إلى أم المؤمنين تطلب منها المساعدة. أم المؤمنين رضي الله عنها عرضت ذلك على رسول الله، قال عليه الصلاة اشتريها لأجل أن تكون الكتابة لك، فاشترتها. قالوا إنهم اشترطوا أن الولاء لهم، يعني ما تركته هذه الجارية وهي بريرة يكون لمن أعت لأسيادها الأوائل الأولين وليس للجديد. فقالوا نشترط، قال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو 100 شرط. الولاء لمن أعتق، يعني اشترطت يا عائشة ولا ما اشترطت؟ الولاء لك لأنك أنت اللي أعتقتيها بينما هم باعوا ولم يشترطوا. نعم. ولأنه سبب يجوز فسخه فلم يمنع البيع. أنه سبب، يعني البيع سبب يجوز فسخه. اشتريت أنا من الشيخ علي هذا الكتاب، بكرة ولا بعده يقول أقلني أريد كتابي، بكرة ولا بعده أقول له أنا ما أعجبني أريد أن تقيلني، فهو عقد يجوز فسخه. فبيع المكاتب عقد يجوز فسخه من المشتري أو البائع. نعم. فلم يمنع البيع كالتدبير، وعنه لا يجوز بيعه. رواية ثانية، وقلنا أيها الأحباب نقطة مهمة، بأن صاحبنا رحمه الله ابن قدامة ألف 4 كتب وكلها في الفقه وكلها من الأهمية بمكان وطلبة العلم بأمس الحاجة إليها. الكتاب الأول قلنا العمدة يا أبا فهد للمبتدئين، لمن بدأ في طلب العلم. الكتاب الثاني المقنع، شيخ تركي، المقنع لمن قطع مرحلة في طلب العلم.
الكتاب الثالث هو الذي بأيدينا وهو الكافي، ويجمع روايتين لأجل أن يكون طالب العلم يعرف الرواية هذه ودليلها كذا، ويعرف الرواية الثانية ودليلها كذا، ويميز ويعمل بالدليل الأقوى. ثم ألف في المرحلة الرابعة والأخيرة كتاب المغني، ويعتبر من أوسع الكتب في الفقه الحنبلي. نعم، رحمه الله. لأن سبب العتق ثبت له على وجه لا يستقل السيد برفعه. نعم، فمنع البيع. ما يستقل السيد برفعه، يعني ما يقول أنا بطلت، إذا اتفقوا إذا تراضوا، وإلا بدون، يعني مثلا لو قال البائع أنا عدلت، إذا انتهى البيع ولا في خيار مع المشتري، أو إذا قال البائع أنا احتجت وأريد عودته، فما يستقل أي منهم برفعه، فإذا اتفقوا فلا حرج. نعم، فمنع البيع كالاستيلاد، والأول أظهر، فإن باعه لم تبطل الكتابة. إذا باعه، يعني مثلا أسياد بريرة باعوا على أن تدفع لهم 10 أقساط، دفعت 1 وجاءوا وباعوا، باعوا ما بقي، الكتابة باقية. عائشة رضي الله عنها تدخل في نفس يعني العقد اللي دخلوا فيه، ونفس الشروط ونفس المواصفات، تكون بمثابتهم هم، يعني اشترطوا شيء، قالوا بعدين نريد شيء واحد، قالوا ما هو؟ قالوا الولاء لنا، يعني حتى لو تركت مثلا عقار، لو تركت مركوب، لو تركت سلعة، لو تركت حلي، يكون الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. ونعرف أن الولاء سبب من أسباب الإرث، قد نقول إنها مثلا ما دام عتقت وقد تكون تزوجت وأصبح عندها أولاد، فالذي أعتقها ليس له شيء، لأن عندنا النسب، والنسب مقدم على الولاء. لكن لو أنهم أعتقوها وأصبحت حرة واتخذت مالا، كان عندها بساتين، عندها عقار، عندها كذا، وليس لها وارث، فيكون ما تركته لمن أعتقها، فهو سبب من أسباب الإرث، سبب من أسباب الإرث. شيخ صديق، قلنا يا بني كم أسباب الإرث؟ 3، وهي نكاح وولاء ونسب. أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. طيب سبب رابع ما هو يا بني مختلف فيه؟ سبب رابع مختلف فيه، وهو بيت المال. طيب شيخ تركي، اذكر يا بني أقوال العلماء في بيت المال. المالكية رحمهم الله قالوا إن بيت المال سبب، فهو يأخذ الشيء اللي ليس له. والشافعية إذا انتظم، إذا كان مضبط وارد ومنصرف وما في تلاعب ولا في كذا ولا، والحنابلة والأحناف يحفظ المال من الضياع، ليس سبب، وإنما يحفظ المال حتى يأتي صاحبه. وقلت غير مرة، قلت يصير عندنا قضايا أحيانا في المحكمة، ويكون واحد مثلا عنده سوبر ماركت فيها أجبان وفيها دجاج وفيها لحم وفيها فواكه وأقفل مقفل المحل، والرجال يقول ما ندري وين هو، راح ما ندري، وحي وميت وكذا وكذا، يدخل بيت المال، يعني نعمد بيت المال بالجرد وحفظ لأجل أن لا تضيع، لأنها لو تركت يوم يومين أسبوع أسبوعين تعفن، ويصير لها يعني ضرر بالبيئة وضرر على الأمة، فيحفظونها لصاحبها حتى إذا كان أهله في بلد بعيد يراسلون ويعرفون إذا كان الرجل ميت ولا حي ولا. فقالوا بيت المال ليس سببا، وإنما يحفظ المال الضائع. فأنا أقول أسباب ميراث الورى المتفق عليها أبو فهد 3، نكاح وولاء ونسب. ما هو النكاح؟ هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرث به المعتق وورثته
وورثته وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. أما النساء فلا يرثن بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا. والنسب بمعنى القرابة، أب، ابن، أخ، عم، جد إلى آخر، هذا النسب. لو قلنا يا أبا فهد النكاح هو من أسباب الميراث، النكاح، نعم يا بني، عقد الزوجية، يقول أبو فهد عقد الزوجية الصحيح. طيب لما أقول الصحيح وش أطلع؟ أخرج الفاسد وأخرج الباطل، فلا يدخلنا، لأن عندنا عقد صحيح وعقد فاسد وعقد باطل. ما هو الباطل يا أبا فهد؟ أحسنت، ما اختل ركنه. ما هي الأركان؟ الأركان ثلاثة، أركان ثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول. والفاسد يا بني، طلعنا الباطل قلنا هو ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. كم شروط النكاح؟ أربعة، اذكرها بارك الله فيك. التعيين، ابنتي ليلى، ابنتك فاطمة، نحد، ما أقول بنتي، لا، أنا عندي مثلا أربع بنات خمس، يمكن هذه هو قد يكون يبي واحدة وأنا أعطيه الثانية، لا، نحددها. التعيين والرضا، ما فيه إلا برضا، بإكراه ما يجوز، نعم. الولي، أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. طيب قالت ما عندي أحد، قالت ما عندي، أهلي كلهم قد يكون ما لا أول، لأن أهلها غير مسلمين، وهي الحمد لله في مكة موجودة وفي بلد إسلامي، وأنعم الله عليها بنعمة الإسلام ودخلت في حظيرة الصواب، وكيف نجيب لها ولي؟ أحسنت أحسنت أحسنت، ترفع أمرها للحاكم الشرعي وهو يتولى الولاية، فالحاكم ولي من لا ولي له، فينظر هل هذا الرجل مؤهل، ويتأكد هل هي مثلا متزوجة من قبل أو ما تزوجت، وهل مطلقة، هل هي بكر إلى آخر. المهم أنه ينهي الإجراءات الشرعية، الحاكم ولي من لا ولي له. أحسنت يا بفا. لأنها عقد لازم فلم تبطل ببيعه كالنكاح، ويكون في يد مشتريه مبق على ما بقي من كتابته، فإذا أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز فله الفسخ. يعني إذا سدد المبالغ كلها، الأقساط عاتقة والولاء لمن اشتراه، وإن عاجز رجع إلى الرق ويكون عند هذا الذي اشتراه، وتنفسخ الكتابة. والرقيق والمكاتب رقيق، المكاتب رقيق، ما بقي عليه درهم، نعم، فله الفسخ، فله الفسخ، نعم، ويعود رقيقا، ويعود رقيقا، لأنه عجز عن السداد. عندنا مثلا بريرة تسعة أقساط، دفع الثمانية والثاني قال عجز. وكثيرا ما يقول مثلا المكاتب لا أحب أن أعود إلى ما كنت عليه، لأنه يجد أنه عند أناس يقدرونه ويحترمونه ويقومون بشؤونه ويلبون طلبات ويحققون له ما يريد، فيقول أحب إلي من أنا أنفرد وأتعب نفسي وأتعب من حولي، نعم. لأن البائع نقل ما له من الحق فيه إلى المشتري فصار بمنزلته. البائع انتهى والمشتري صار الولاء له، وصار المشتري بمنزلة البائع، لأن الولاء يكون له، وإذا ما سدد يرجع إلى الرق عند المشتري، أما البائع انتهى دوره، نعم. وإن لم يعلم المشتري أنه مكاتب فله الخيار بين فسخ البيع. يعني لو عرض الرجل للبيع، عرض الرجل للبيع وبيع واشتراه، نقول اشتراه أبو فهد،
بعدين علم أبو فهد أنه مو كاتب وأنه دفع قسطين ثلاثة، فله الخيار إما أن يرضى بتنفيذ العقد المبرامي مع السيد، وإما أن يفسخ، لأنه يعني إذا شاف أنه مكاتب قد لا يريده لأن مآله للعتق، وهو يريد أن يبقى عنده كسائق أو عامل أو مزارع أو إلى آخره. نعم. وأخذ ما بينه سليما ومكاتبا لأنه عيب فأشبه سائر العيوب، لأن الكتابة قد تكون عيبا، والإنسان إذا علم بالعيب فله الفسخ أو العرش. إذا كان هناك لو اشترى سيارة وجد فيها عيب يرجعها، إذا ما رجعها من حقه أن يطلب العرش. عرش العيب، عرش العيب. وش معنى العرش يا بني؟ نعم، ما بين القيمتين، ما بين قيمة السليم وقيمة الخربان. يعني مثلا السيارة مثلا تصور أن الكفر جديد ووجد أنه على الماكينة فيها، فإذا نوريها على الصنف ونقول الجديدة بكم، إذا قروا الجديدة مثلا بألف وهذه كم تسوى 500، يكون العرش 500. والحكم في هبته والوصية به كالحكم في بيعه، لأنه نقل للملك فيه ولا يجوز وقفه. ولا يجوز وقفه. لماذا يا شيخ بكاي؟ لأن الوقف عقد لازم، وهذا لا، بعد سنة سنتين سينتقل إلى الحرية. الوقف عقد لازم، وهو تحبيس الأصلي. تحبيس الأصلي، كمل الشيخ عثمان، تحبيس الأصلي الوقف، تحبيس الأصلي وتسبيل المنفعة، وينعقد شيخ عثمان وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، شيخ أحمد، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها. وصريحه شيخ أحمد، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته شيخ علي تصدقت وحرمت وعبدت، وتشترط شيخ عبد الله وتشترط النية، النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف، لا يباع ولا يوهب ولا يورث إلى آخر. أحسنتم جميعا. نعم. لأنه معرض لزوال الرق فيه، والوقف يجب أن يكون مستقرا. فصل. الآن عندنا مكاتب ويسر الله أمره، وأقول هذه المسائل ليكون طالب العلم على معرفة، وإلا هي غير موجودة إطلاقا. الآن عندنا الفصل اللي بديناه الآن، مكاتب يشتري مكاتب، هو بنفسه مكاتب وما سدد وصار عنده زيادة مبلغ، وراح يعرف واحد من ربعه عنده رقيق واشتراه مكاتبة، فهو مكاتب وعنده مكاتب. طيب لو دخل هو في الرق يعني ما سدد هو، فيرجع هو والذي شري جديدا كلهم يدخلون، ولو سدد فإنه يعتق، وإذا كان عند ذاك إمكانيات يساعده. فالمهم أنه مكاتب يشتري مكاتب، فهذا هو الموضوع، وليس لدينا مكاتب يشتري نفسه ولا يشتري أحدا آخر، وإنما هي مسائل تكون يكون طالب العلم على معرفة ودراية. وقلنا موضوع الرقيق، مثلا نجد أنه كثيرا من الأشياء تحتاج إلى كفارة، فنجد كفارة القتل الخطأ، كفارة القتل الخطأ، وش قلنا فيها يا شيخ تركي؟ عتق رقبة. نعم، أو أعد يا بني، أعد، عتق رقبة أو صيام. نعم، أو ولا إطعام، ولا إطعام في العتق الرقبة، لا إطعام، وإنما الإطعام في الوقاع في نهار رمضان، والوقاع في الظهار، والوقاع
والصيام في الحنث في اليمين والصيام في الإيلة. أما القتل الخطأ فلا إطعام فيه، فلا إطعام. طيب عندنا الآن الحمد لله مكة ما عندنا الحمد لله إلا مسلمين، لكن لو أنه مثلا نقول في الطائف ولا في جدة ولا في كذا وجاء الرجل اللي سبب الخطأ، وش نقول؟ نقول عليك الصيام، هو مهم مسلم، وش نعمل يا شيخ؟ نعم اعترق ما قال ما عندي. واضح السؤال؟ يدفع كم؟ أديه؟ أديه له بعد خلطنا يا شيخ؟ لا لا، أديه لأهل الدم، لأهل الدم، لكن الرقع الكفارة حق لله عز وجل. فماذا نقول؟ أعيد السؤال. الآن واحد سوى حادث، سوى حادث وتوفي فيه إنسان، شبنا السائق، السائق غير مسلم، أعلمناه بأن عليه أن يسدد قيمة الدية الشرعية، وهذا لا غبار عليه سواء كان مسلم ولا غير مسلم. بقي عندنا الكفارة وهي بإجماع أهل العلم وهي حق لله عز وجل، والكفارة نقول مثلا عتق رقبة، صيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها. فماذا نقول؟ الصيام هو غير مسلم ما يمكن يصوم، ماذا نقول له؟ نكتف الصك، نكتف الصك بعد أن ينتهي موضوع الدية، وقد أخبرته بأن عليه الكفارة وهي حق لله عز وجل، ولا يتعتى فيه بالنسبة له إلا العتق، لأن الصيام لا يتعتى لأنه غير مسلم، لكن فيه إذا كان مسلم نقول له عتق رقبة أو صيام. نعم عتق رقبة أو صيام، لكن ها لو ما جبنا الإطعام. وإذا كان وقاع رمضان مثل ماعز أو مثل الرجل اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال هل أتيت إلا من الصيام يوم ذكر له الرسول إن وقع، قال هلكت وعلكت، قال ماذا حصل؟ قال إني وقعت على أهلي في رمضان. فنكتف في الصك عبارة وقد أعلمته وقد أبنت له وقد ذكرت له بأن في ذمته الكفارة الشرعية التي أوجبها الله عز وجل وهي عتق رقبة، إذ لا يتعتى في حقه سواها ما دام على دينه. لكن لو قال أسلمت نقول طيب أجل صم كذا، لو أسلم نقول صم، أما الإطعام فلا إطعام فيها. نعم. وإن اشترى المكاتب مكاتبا آخر صح، سواء اشتراه من سيده أو من أجنبي، لأن المشتري أهل يعني للشراء، يعني هو مكاتب واشترى مكاتب آخر. نعم. لأن المشتري أهل للشراء والبيع محل له فصح، كما لو اشترى عبدا، فإن عاد المبيع فاشترى سيده لم يصح، لأنه لا يصح أن يملك مالكه. أن يملك مالكه، نعم. والله أعلم. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الثلاثاء، وهو ما يملكه المكاتب وما لا يملكه. أما في يوم غد فقراءتنا في فقه المواريث وقسمة التركات، وهو يوم الاثنين غدا إن شاء الله، ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا الكافي ونكمل ما يمكن أن يملكه المكاتب وما لا يملكه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا أيها الأحباب نماذج للأسئلة. يقول إذا كان العقد فاسدا والفاسد ما اختل شرطه وعندهم أولاد، هل الأولاد شرعيين؟ نقول نعم. ماذا ينبغي؟ أن يصحح العقد، يعني إذا كان بدون ولي يعيدون العقد بولي شرعي، فيذهبون إلى القاضي، والقاضي لديه من العلم والمعرفة ما يمكن أن يعيد الوضع سليما ويبتعدون عن الخطأ. يقول ماذا نرد
على من لا يشترط الولي. يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. والحديث ما قال لازم الأب، ما قال لازم الأخ، ما قال لازم العم، لا، ولي. والولي هو الرجل من أهل الثقة والمعرفة. وكم من المرات يعني الأب يعكر الصفو فننصحه، فإذا استجاب وإلا أزحناه وأتينا بأحد أولاده أو أحد إخوته وتولوا العقد ومشت الأمور. الطريقة المثلى ننصحه ونبين له خطأه في هذا التصرف بكونه عاضل ابنته، يعني منعها مما تريد من الزواج والأولاد. فإذا رأينا منه استجابة فالحمد لله، وإلا استدعينا الأخ الكبير أو العم أو أحد الأقارب ووكلناه على البنت، والأب يعتبر مبعدا ومعزولا عن الولاية. وهذا يعني عمل فيه حل. المرأة لم تزوج نفسها وإنما زوجها وليها، ومنع أبوها من التسلط عليها. يقول: فيما يتعلق بالجمع، لو الإنسان في مكة وأراد أن يسافر ويصلي الظهر مع الإمام وأراد أن يجمع، نقول ما دام في مكة وهو من أهلها أو مقيم فيها الأيام المحددة التي تؤهله لأن يكون مقيما ما يصح له الجمع، فلا يجمع إلا إذا فارق عامر قريته، يعني عند البوابة، عند البوابة أو عند مثلا الجامعة إذا كان طريق الطائف، يعني يخرج عن محيط البلد، لا يجمع إلا إذا فارق عامر قريته. وأما كونه مسافر فيريد أن يجمع وأتي بجنازة، فالجنازة لا تعثر، يصلي عليها ويجمع. أو يمكنه إذا قال الصلاة على الأموات قام وصلى، إذا كان مسافر يوم يومين في مكة فقط صلى مع الإمام يجمع وهو في المسجد الحرام، فإذا كبر الإمام لصلاة الجنازة كبر معه. هذا أحد الإخوان يسأل، يقول مثلا: لو أنني كنت مسافرا وكنت على سبيل المثال طريق الطائف وصليت الظهر وجمعت معها العصر، ثم وصلت مكة في بيتي قبل أذان العصر، نقول الصلاة صحيحة لأنك صليتها في وقت يجوز لك ذلك. هو مثل يقول إذا رحت للرياض بالطائرة أو كذا، لكن أقرب إذا كان في مكة أو في جدة وصلى الظهر وأتبعها بصلاة العصر ثم جاء، لو وصل إلى مكة قبل الأذان فإن صلاته في جدة أو في المكان السابق تكفيه وصحيحة إن شاء الله. أحد الإخوة جزاه الله خير يقول: الشيخ إني أحبك في الله، أقول أحبك الله الذي أحببتني فيه وجميع الإخوة السابعين. كم زكاة 80,000 ريال سعودي؟ زكاتها 2,000 ريال. يقول: كم زكاة 80,000 ريال سعودي؟ نقول ربع العشر، الزكاة ربع العشر. فزكاة 40,000 وزكاة 80,000 2,000 وزكاة 100,000 2,500 وهكذا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا عدوى ولا طيرة. وما معنى الشؤم في ثلاثة؟ في المرأة والدار والدابة، يعني قد تكون المرأة امرأة سوء، امرأة تفرق ولا تجمع فينال الإنسان منها ضررا، وقد تكون الدار في بين أناس لا يرعون ولا يحترمون جارهم، وقد تكون الدابة غير سليمة ولا يستفيد منها الإنسان، وعلى الإنسان أن يدعو الله عز وجل. يقول السائل الكريم، يقول: حفظك الله، أريد أن تبين لي كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هنا حديث ذكره صاحب بلوغ المرام عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان أحضر ماء وتوضأ وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا. فيمكن الإنسان أن يرجع إليه ويجد البيان الكافي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وآله وصحبه وسلم.